زينب، محطتنا التالية بنوقف عند قانون الجذب فيها، وهو واحد من أسرار الحياة الواسعة. ويمكن القول أن قانون الجذب يعبر عن عمل الإنسان كمغناطيس يجذب كل ما يريد ويفكر به نحوه. ببساطة يمكن نقول أنه قانون الجذب هو قدرة طبعا الفرد على جذب كل ما بيركز عليه بأفكاره وبغض النظر عن عمره أو جنسه أو اعتقاداته. لنتعرف أكثر عن قانون الجذب بصرنا نصبح خبيرة الأبراج والطاقة يسرى يوسف. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحكم يا رب وصباح صباح الطاقة الجيش. صباح الطاقة والألوان الحلوة اللي لابسينها اليوم. اليوم في توافق بيناتنا أنا وياك. أكيد تخاطر روحي. تخاطر روحي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي على شاشة الأخبارية. خلينا نعرف يمكن للمشاهدين أكثر شو هو قانون الجذب. يعني كثير من الناس بتسمع عنه، بس في كثير من الناس ما بتعرف معلومات كافية عنه، وقديش فعليا لازم الواحد يآمن بهي الفكرة. قانون الجذب هو جذب الأشياء اللي بنحبها نحن، اللي بدنا إياها نحن. بس أكيد ما رح يزبط قانون الجذب مع أي شيء بيحكي عن أفكار سلبية أو إنسان سلبي. قانون الجذب هو حسب الآية الكريمة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وبناء على ما بأنفسهم يعني ما بداخلهم، نحن بدنا نبلش تغيير ما بداخلنا حتى نسعى للتغيير أو الحصول على الشيء اللي بدنا إياه نحن. الآية الكريمة عملوا فيها 25,000 بحث من شان قانون الجذب، وطلعت لازم التغيير يبدأ من الداخل وليس من الخارج. لو فرضنا وزعوا الأموال بالتساوي على الناس، يعني عطوا الغني مثل الفقير والفقير مثل الغني، لحتى نلاقي نحن أنه بعد سنة منلاقي الفقير ضل فقير والغني صار غني. ليش؟ لأنه دائما حسب التفكير، الغني بيفكر بزيادة الأرباح، بيفكر بالصفقات، بيفكر بزيادة ماله، والفقير بدي سد ديون هون وبدي أمين أولادي من هون. فهي حسب الأفكار يلي نحن منفكر فيها. لما نحكي قانون جذب يعني لازم نغير من جوا، نغير أفكارنا السلبية، أفكارنا السوداء مثلا، ما نعيش بجو الألم، جو الحزن دائما كل يوم نفس الثاني. نحاول نغير، اللي بيغير بداخله أكيد رح تزبط أموره. مثل ما بنقول نحن يعني إذا بدنا نشوف إنسان دائما بيعطي طاقة، إنسان بيعيش، ما بدنا نحكي عن الظروف لأنه كل الناس عايشة نفس الظروف. يعني مثل نحن أزمة هلأ أنه 7 سنوات، خلينا نفكر كل يوم نفس الأمور نفس الأمور، أكيد بدنا نتعب. بس هون بيختلف أنه التفكير الإيجابي بيعطيك طاقة إيجابية. في منهم بيقولوا توكلنا على الله، فهي الإيمان بالله كمان له أساسيات بهالأمور هاي. فنحن نزرع فكرة براسنا، نشتغل عليها، نغير بداخلنا أول شيء، منطورها، بنآمن بالله رب العالمين وبتزبط أفكارنا أكيد. فإذا بدنا نفكر فرضنا بأنه أنا طالبي بدي أنجح، أنا خايفة أرسب، فأنت مجرد زرعتي 1% من الفكرة أكثر من 1% حتى العقل الباطني أخذ كلمة أرسب. أنت رايحة تقدمي فحص، فما في داعي لكلمة أنا رايحة أرسب، لا أنا لازم أنجح، أنا بدي أنجح. اللي بيكون أخذ العقل الباطني وغزاها، فأنت بدك تنجحي بالعقل الباطني انزرعت عندك، فبدك تنجحي مع الأيام مع دراستك شوي أكيد رح تلاقي حالك رح تنجحي رح تلاقي نتيجة أكيد. خلينا نحكي شوي هلأ عن كيف فينا ندرب عقلنا الباطن على قانون الجذب. مو كل الناس فيها تجذب الأشياء الإيجابية، في ناس هي متشائمة بطبعة يعني، فكيف فيها تدرب حالها؟ هل في تدريبات معينة بده طقوس معينة قانون الجذب؟ طبعا أهم شيء التسامح. نحن لازم نكون متسامحين، أكيد ما رح نكون متسامحين بس مشان قانون الجذب، لازم نحن نكون طيبين من جوا، نسامح. التسامح والطيب بقوي قانون الجذب. فإذا بدنا مثلا نشتغل على فكرة معينة، عنا التأمل وعنا التكرار طلب الحاجة، إنه كل يوم نحن نطلب هالحاجة. مثلا أنا بدي سيارة، هلا يمكن واحد بيضحك يعني إنه أنا بدي سيارة، زرعتها بعقلي الباطني بدي سيارة. طبعا بدك سيارة وأنت قاعدة بالبيت؟ أكيد لا، لازم تروحي تشتغلي. لازم كمان الكتمان على الفكرة المعينة، مشان مع الأيام مثلا ما زبطت معك أو
هي بتزبط قانون الجذب بيزبط مع الأيام. فأكيد صديقتك رح تقلك ما زبط معك، فهي كمان رح تنزرع بعقلك الباطني ورح تخلي عندك حالة تخبط. يعني أنت جملة كمان صحيحة أنه رفيقتك قالت ما رح تزبط معك، طبعا محيط بيلعب دور طبعا. يعني لما أنا مثلا أقول أنه أنا بدي غير تفكيري أو طريقة حياتي وتعاطيه بطريقة الحياة وأجذب الأشياء الإيجابية وغير تفكيري، المحيط بيلعب دور. يعني لما أنت تقولي أنا بدي أكون شخص متفائل، بلش نهاري مع ابتسامة، أقول أنه نهاري رح يكون جميل رغم كل الظروف الأزمة اللي عم نعيشها والضغوطات، المحيط حواليك لا، يعني أنه شو هالحكي نحن كذا، يعني دائما بيعطيكي الطاقة السلبية. فعليا قديش فيكي أنت تكسري هاي الطاقة السلبية؟ فيني أكسرها في الصبح مثلا ابتسامة أكيد مع المحيط. كيف فيني إكسرة؟ إيه طبعاً فيني إكسرها بالتأمل، إنه أنا أقعد مع نفسي ساعات مثلاً ساعتين باليوم. غير بس تغيري داخلك أكيد رح تغيري الخارج المحيط فيك. لما أنت بتكوني إنساني متشائمي حتى الإنسان الإيجابي اللي بديك تقابلي رح تعطيه من تشاؤمك. بالعكس، أول شيء منبلش من أنفسنا نحنا، بعدين منبلش من المحيطين اللي عنا. بمثل ما عم قلك إنه ساعتين بعدهم مع نفسي مثلاً بعمل تأمل، استرجع الذكريات اللي مرقت فيها، الأخطاء اللي مرقت فيها، بحاول صححها داخلياً. بعدين رح فعلاً بعد كم يوم، مو أكثر من 10 أيام، لتلاقي حالك أنت هالسلبيات كلها راحت من عندك، صرت إنساني تاني. التغيير كيف بده يبلش؟ أو الطاقة الإيجابية كيف بدها تبلش؟ يعني في ابتسامة، معلش اليوم بده يزبط معي كذا، يعني بتفائل، خلي أول نهاري تفاؤل. أول ما في الصبح بطلع على المراية، أنا اليوم لازم أكون حلوة، لازم روح مع رفقاتي، أنتوا اليوم ما شاء الله عليكم اليوم تنتين تجننوا ولفت الانتباه للألوان اللي لابسينها. يعني التخاطر اللي بيناتكم يمكن عزز أنه أنت تلبسي مثل أو هي تلبس مثلك، أو محبة القلوب. أنت كمان لابسة مثلنا أكيد، لأني بحبكم. أنا بحبها لزينة، لهيك يمكن التخاطر صار بيني وبينها بين التخاطر. ففيني أقول أنا الابتسامة الصباحية، التغيير يوم عن يوم أكيد رح يخلصنا من الأفكار السلبية. ومو دائما نعيش إحنا أنه عنا قلق عنا تعب، لأنه كل يوم كل يوم إذا بدك تمرق من نفس اليوم بدك تلاقي الروتين بيقتل أصحابه أو بتعبنا. خلينا نحكي لك، أنا حكيت عن شغلة كتير مهمة، هي عم نحكي عن ألوان الطاقة، هل بتأثر مع قانون الجذب؟ إيه طبعا. خلينا نحكي عن ألوان الطاقة. إيه طبعاً. مرة يمكن شفتك لابسي أسود، فقلت لك زينة أنت لابسي أسود، والأسود يعني هو طبعاً سيد الألوان، بس في ألوان تاني قلت لي أنا بحبه. هلأ نحنا بناخذ عن اللون إنه إنسان بيحبه فخلص مشي معه، بس لا، أنا بنصح بالألوان الفاتحة بتعطي طاقة إيجابية. الأزرق السماوي طبعا بدرجات الفاتحه مو الغامقه. في ناس تقول لك لا بحب النيلة مثلا مثل حضرتك. فالاخضر طبعا بيعطي تفاؤل وطمانينه للنفس. اي لون فاتح بيعطي تفاؤل، بيعطي طاقه ايجابيه وبيعطي طاقه ايجابيه بينعكس على وشك ونفسيتك بالنهار. طيب يسر، خلينا نرجع نقول التدريب الأشخاص مشان يقدروا يمكن يجذبوا قانون الجذب لإلهم، أو يقدروا يدخلوا بحياتهم تدريجيا. يختلف التدريب من شخص إلى آخر، فينا نقول حسب قناعته أو معتقداته. إيه طبعا. بدنا نبلش بفكرة صغيرة نشتغل عليها، نقعد مع نفسنا مثلا بأي مكان نحن مريح لألنا، منكب كل شيء طاقة سلبية أو تفكير سلبي ونشتغل على فكرة معينة. خلينا نجرب مثلا بأمور أنه أنا بدي أجلب زيادة رزق، أو بدي أجلب مثلا اليوم كون مبسوطة. خلينا أسهل الأمور، ما بدنا لا سيارة ولا بيت ولا شيء، بيعيش باللحظة، عيش اللحظة، فكري بطفل، فكري بابتسام الطفل. كل ما بدك تحاولي تزعلي فكري بطفل. بس يمكن الناس اللي عم تشوفنا هلا بتقول انه هي مثلا شغلات بسيطه، يعني انه انا بلش نهاري بابتسامه، او فكر ببراءه الاطفال. بدي اقول لك انه في ضغوطات، يعني انا بواجه هي المشكله بحياتي اليوميه مع الاشخاص والمحيط، انه في عنا ظروف ماديه وظروف نفسيه وظروف ضغوطات من جميع الجوانب على جميع الاصعده اليوم. انا فعليا قديش فيني اكسر هيدا الشيء؟
فينا نكسرها هلا. نفس الشيء قلت لك انا يعني لنقول مثل ما حكيتي انت انه عندنا ضغوط وعندنا ازمه وعندنا كذا، وقعدنا وفكرنا بالشيء الحزيني، او مثلا فكرنا بشيء، في شيء اسمه رب العالمين، في قدره رب العالمين بدها تنسي للانسان اي شيء. يعني نحن بعد هالسبع سنوات اكيد ما رح ننسى، بس بدنا نتناسى لانه الايام عم تتغير والحياه عم تستمر، والحياه بدها تستمر. الشهيد الله يرحمه كلياتنا، يعني كلياتنا عندنا شهداء وكلياتنا زعلانين، بس انت بدك تتغيري، بدها الايام بدها تمشي. يعني انا بقول لك فكري بابتسام الطفل، جيتي قلتي لي مثلا في ضغوط، طيب قد ما كان عندك ضغوط شو رح تساوي انت؟ بدك تفكري انه والله في قذيفه هون ما بدي اطلع، ما انت بدك تاكلي، بدك تشربي، بدك تشتغلي، بدك تعيشي اولادك، اهم شيء التفاؤل انه انا بدي اطلع وكله على رب العالمين. بنرجع لقانون الجذب انه كمان انه رب العالمين او الكون بيعطيك رسالة بتهدئ من عزيمتك وقوتك. أكيد يعني مع هالحكي الحلو يسرى والطاقة الإيجابية اللي عطيتينا إياها، ودائما أسرار قانون الجذب الابتسامة والتسامح والقناعة، وأكيد بالشيء اللي بدنا إياه نحن حتى نقدر نوصل لأهدافنا. دائما نقول لكل العالم أنه الخوف ما بيمنع الموت، الخوف أكيد بيمنع الحياة مثل ما قال نجيب محفوظ. أكيد بدي أشكرك كتير على كل شيء عطيتينا إياه، وإن شاء الله كمان بناخد مواضيع تانية منك عن علاقة الأبراج بالألوان وايضا قوانين الجذب بشكل مفصل اكثر ان شاء الله. شكرا لك. تقولي كلمه بالختام لجميع مشاهدينا؟ بقول ابتسام الطفل نفكر فيها اكيد رح نرجع اقوى، وبحيي الجيش العربي السوري، والله يرحم الشهداء يا رب ويعطينا القوه يا رب، ويخلينا السيد الرئيس. اكيد نشكرك يا يسرى يوسف.